الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز نستمر في قراءتنا لكتاب التمهيد، شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد العزيز بن صالح، أو صالح بن عبد العزيز، صالح بن عبد العزيز صح؟ الشيخ صالح بن عبد العزيز على الشيخ حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الاثنين، ليلة الخامس من ذي القعدة لعام 45 و400 ألف، الموافق ليلة 13 من الشهر الخامس لعام 24 و2000، وقد بلغنا باب ما جاء في الرقى والتمائم. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والتمائم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فقد رخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتولة شيء يصنعونه، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي. وروى أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. بارك الله فيك. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، هذا الباب بوب له شيخ الإسلام المجدد محمد بن باب رحمه الله تعالى بقوله: باب ما جاء في الرقى والتمائم. وإنما أطلق الباب هكذا لأن الرقى والتمام تختلف أحكامها، لم يقل من الشرك الرقى والتمام، لأن منها ما هو الشرك ومنها ما ليس بالشرك، منها ما هو جائز ومنها ما هو ممنوع. وإنما أطلق الباب بهذه الطريقة حتى يبين أحكامه فيما تيسر. الرقى تسمى العزائم، جمع رقية، وهي القراءة على المريض أو القراءة للتحصن. يعني ممكن واحد يستعمل الرقية حتى يتحصن بها، حتى لا يقع عليه شيء من المس ولا العين ولا المرض ولا الحسد. ممكن يقرأ على نفسه أو على مرضاه أو مرض الآخرين حتى يرفع عنهم بإذن الله عز وجل، سبب تكون رقيته وقراءته هذه سبب إيش لرفع البلاء عن المصاب. وأما التمائم فهي أشياء تصنع تعلق، وهذا تتطور وتتشكل سواء كانت من صدف ولا من صفر ولا من أوراق ولا من قماش ولا قطعة نعل ولا ناب ذئب ولا قطعة جلد. أي شيء يعلق بقصد أنهم إذا علقوه يحمون أنفسهم وأولادهم من العين والحسد ونحو ذلك. وقد تقدم معنا أن من تعلق شيئا وكل إليه، وأن هذا التعليق لا يجوز إذا كان بقصد ماذا؟ رفع دفع البلاء أو رفعه. دفع البلاء يعني يعلقه يعني حتى لا يقع عليه البلاء، يدفعه قبل وقوعه، ورفعه يعني يعلقه بعد أن يصاب فيعلقه حتى يرتفع عنه البلاء. فإذا علق شيئا بهذه النية ليدفع البلاء قبل أن يقع أو يرفعه بعد أن وقع،
لا يجوز، هذا من الشرك. أورد به قال في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا، الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل رسولا، الرسول هو المرسل، فالرسول صلى الله عليه وسلم رسول الله، الله جل وعلا أرسله، الله جل وعلا أرسله، وكان للرسول صلى الله عليه وسلم رسل هو يرسلهم، فيسمى رسول رسول الله، يبلغ عن النبي عليه الصلاة والسلام، يدعو إلى الله عز وجل، كما هو من المشهور أرسل من ومن ومن، أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن، أرسل أبا عبيد بن الجراح أمين هذه الأمة، أرسل عليا، أرسل أبو موسى الأشعري، فهؤلاء رسل رسول الله يرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبلغ عنه، فالرسول صلى الله عليه وسلم أرسل رسولا، إذن هذا إيش؟ رسول رسول الله، هذا رسول رسول الله. ماذا يسمى هذا في الاصطلاح؟ أرسل رسولا، رسولا هذا إيش؟ من هذا الرسول؟ ماذا يسمى؟ مبهم ولا مهمل؟ أنس، مبهم ولا مهمل؟ مبهم. ايش رايكم؟ في احد يقول مهمل؟ ها مهمل، ها مبهم يعني انت مع انس، مهمل يعني مع ابي يوسف، ها طيب هذان قولان، ما المبهم وما المهمل؟ نشرحه ثم نعرف هذا مهمل ولا مبهم. زين يا ابا حميد. طيب المبهم هو الذي لا يعرف، ارسل رسولا، قام رجل فسألت امرأة ورفعت امرأة صبيا لها قالت هذا لهذا حج، دخل رجل فقال يا رسول الله هلك المال، هلك العيال، فهذا لا يعرف من هذا الشخص، رجل امرأة، قام أعرابي فبال في طائفة المسجد، أرسل الله عليه وسلم رسولا، ماذا يسمى هذا؟ مبهم، من هذا الرسول؟ من هذه المرأة؟ من هذا الرجل؟ فيسمى ايش؟ مبهم، ماذا يسمى؟ مبهم. لكن المهمل هو أن يذكر اسمه لكن لا ينسب، فقام عبد الله فقال كذا وكذا، من عبد الله؟ ما حدد الحديث هذا عن عبد الله رضي الله عنه، قال رسول الله، أي عبد الله؟ هل هو ابن مسعود؟ هل هو ابن عمر؟ هل هو ابن عباس؟ فالذي يذكر اسمه لكن لا ينسب يقال عنه ماذا؟ مهمل، أهمل عن توضيح من هذا الشخص مع أن ذكر اسمه، لكن الذي لا يعرف من هو، رجل امرأة رسول أعرابي، يسمى ماذا؟ مبهم. واضح؟ الآن بعد التوضيح، أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم رسولا، هذا مبهم ولا مهمل؟ مبهم. طيب هل يضر هذا الإبهام؟ إن كان في السند يضر، حدثنا عن رجل قال حدثنا فلان، من هذا الرجل؟ ها يضر أو لا يضر؟ يضر، ما نعرف هذا الرجل من، فيتوقف عليه صحة الحديث من عدمه، لأن هذا الرجل مبهم، ما نعرف من هو، هو ثقة، هو ضعيف، هو كذاب، هو ضاع، واضح؟ لكن إذا كان هذا الإبهام في المتن، جاء رجل فقال يا رسول الله، امرأة رفعت صبيا له فقالت يا رسول الله، أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم رسولا، هل يضر؟ إبهام المبهم في المتن لا يضر، أما إذا كان في السند يضر، واضح؟ طيب لكن هل هذا المبهم إذا عرفناه ينفع؟ ينفع ولا ينفع؟ ينفع. ما الذي ينفع فيه؟ أرسل رسولا، من هذا الرسول؟ إذا عرفنا فبها ونعمت، وإذا لم نعرفه لا يضر. طيب وإذا عرفنا نستفيد؟ قال نعم نستفيد، لأن قد يكون هذا الحديث أو أي حديث فيه مبهم وفيه ناسخ ومنسوخ، فنعرف من هذا الرجل أو من هذا المذكور، فيؤثر نعرف أن هذا كان إسلامه متقدم أو متأخر، حتى نعرف إذا ناسخ ومنسوخ، حتى نعرف هذه القصة مكررة، مرة رجل قال كذا وفي آخر رجل آخر قال كذا، ولا الرجل نفسه ها يعني الذي دخل وصلى جلس لم يصلي، قال الرسول صلى الله عليه وسلم قم فصل ركعتين، أصلى ركعتين؟ قال لا، قال قم فصل، أو الذي أساء في صلاته، أو الذي إيش قاله النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصل فإنك لم تصلي، دخل رجل فصلى، إذا عرفنا من هو عرفنا أن هذه القصة لم تكرر، هو الشخص نفسه اللي مرة أبهم ومرة عرف اسمه، لكن ما عرفنا ما ندري هل هي قصة مكررة أم هي قصة واحدة، فمعرفة المبهم في المتن
ها تنفع ولا تنفع؟ تنفع. وعدم معرفته لا يضر، هذا في المتن. أما في السند يضر. طيب في السند المهمل، قال حدثنا عبد الله، قال حدثنا محمد، أيضا هذا يضر حتى نتبين أي محمد هذا، لأن في محمد من الثقات، في محمد من الضعفاء، أي محمد، فنعرف هذا الشيخ حدث عن محمد أكثر من محمد، لابد أن نبحث ونعرف هذا الشخص الذي حدث، وإن عرفنا اسمه الأول لكنه مهمل لم ينسب، فإذا عرفنا نسبته عرفنا من أي طبقة، عرفنا درجة حديثه مقبول ولا مردود ونحو ذلك. المهم هنا الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل رسولا، ماذا أمره أن يقول؟ ألا يبقى أن في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. هذا يدلك على أنهم كانوا يعلقون في رقاب في رقبة البعير قلادة، بقصد ماذا؟ يحمونه من العين والحسد. طيب هذه القلادة سواء كانت من وتر أو أي قلادة مطلقا، إذا كان بهذا القصد علقت لتحمي البعير من العين فهذا مما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعه، وإنما أمر بقطعه لأنه باطل، لأنه باطل، وأن هذا من التمائم التي هي الشرك. طيب هذا الشرك أصغر ولا أكبر؟ عموم تعليق التمائم شرك أصغر، لأنه جعله سببا ولم يجعله الشرع سببا، لكن إذا اعتقد بأن هذه التميمة، وهذا قليل، اعتقد التميمة هي التي تخلق، هي التي ترزق، هي التي تعافي وتشفي، لا، صار هذا من الشرك الأكبر. لكن عموم التعليق يظن أنه سبب للعافية، سبب لرفع البلاء أو دفعه. قال وعن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولى شرك، رواه أحمد وأبو داود. هنا هذا الإطلاق الرقى مع الحديث اللي بعده يدلك على ليس كل الرقى، وإنما يستثنى منها ما رخص به النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لما قال إن الرقى أراد الرقى الشركية اللي كانت معلومة لديهم، يقرؤون أوراد أذكار أدعية فيها أسامي الشياطين، فيها رموز، فيها حروف متقطعة غير معلومة المعنى، قد تكون اسم أسماء جن، قد تكون استغاثة بغير الله، قد تكون دعاء لغير الله، فهذا كله من الشرك. هذه التمتمات التي لا يعلم معناها ولا يسمع يعني الفاظ، تسمع ألفاظها، قد تكون دعاء للجن، استغاثة بهم، أشياء غير معلومة، فهذا من الشرك. التمام ما يعلق، التولى، التولى فسرها فقال التمام شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، هم يتقون به العين. طيب لو اتقى الإنسان به شيء غير العين أيضا يبقى إيش؟ من التمام المحرمة، وإن كان الذين يعلقونه يتقون من العين. طيب لو إنسان علقه يتقي من الجن، يتقي من السحر، أيضا كله تمام محرمة. لكن إذا كان المعلق من القرآن فقد رخص فيه بعض السلف، يعلق تميمة فيها آية الكرسي مثلا، يعلق تميمة فيها سورة الفاتحة، يعلق تميمة فيها مصحف كامل، هذا رخص فيه بعض السلف، يعني هذا من المسائل الخلافية إذا كان التعليق من المعلق شيء من القرآن، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. وهذا القول الثاني هو الأرجح لأسباب، ما هي؟ السبب الأول أن النهي عن تعليق التمام جاء مطلقا، لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقول إيش إلا ما كان من القرآن، وإنما نهى عن تعليق التمام مطلقا، فيدخل في هذا العموم ماذا؟ إن كان هذه التميمة قرآن أو دعاء مأثور أو شيء معلوم أو غير معلوم، التعليق مطلقا داخل في هذا النهي، فلعموم النهي صار الأرجح عدم التعليق مطلقا لا قرآن ولا غير قرآن. اثنان، أن هذا المعلق قد تتعلق به النفوس لذاته، ما يظنه أنه سبب، وإن كان من القرآن ما يظنه سبب للشفاء أو للحماية من العين والحسد، بل يظن هي نفسها هذه الأوراق، هذه هي اللي بنفسها تنفع وتضر أو تدفع أو ترفع بلاء أو تدفعه،
ثالثا نغلق باب من أبواب إيش الشرك، لأن إذا علق الناس القرآن يأتي من يعلق غير القرآن ويدعي أن إيش ما علقه من القرآن، صح؟ حتى وجد بعضهم يعلق هذه التميمة ويخيطها بإحكام أو تكون من معدن فيلحمها لحيما أو يغلقها بإحكام جدا، وإذا قيل له هذه التميمة قال قرآن. طيب إيش عرفنا قرآن؟ ألا يحتمل أن هذا يأتي من يعلق شيء غير القرآن ويقول أنه قرآن؟ ألا يحتمل أن المشعوذين اللي يبيعون هذه التمائم يضعون أشياء غير القرآن ويزعمون أنها من القرآن؟ صح؟ إذن هنا في باب، وهذه الأبواب أي شيء يؤدي للشرك يؤدي للحرام فإن من مقاصد الشرع تقطع هذه الوسائل وهذه الذرائع، قد يكون وسيلة وقد يكون ذريعة، صح؟ بعوض، ما الفرق بين الذريعة والوسيلة؟ شرحناها عدة مرات، وسيلة ذريعة، وسيلة ذريعة، ها أستاذ منصور، وسيلة وذريعة، الوسيلة وصيلة، ها وسيلة وصيلة، الذريعة من الذراع عشان الذراع يمد، ها الفرق بينهم دقيق. الوسائل هو الشيء الذي يوصل، وسيلة أكيد توصل، والذرائع هو الشيء الذي قد يوصل، الذي يكون قد يوصل يقال عنه ذريعة، واللي يكون يوصل يقال عنه وسيلة. ما المحرم في الشرع؟ الوسائل التي توصل إلى الشرك ولا الذرائع التي قد توصل إلى الشرك؟ كلاهما، ها كلاهما لحماية التوحيد، لحماية التوحيد لا يجوز أن نستعمل وسيلة تؤدي للشرك ولا ذريعة قد تؤدي للشرك. فتعليق التمائم من القرآن قد تؤدي لأن هناك من يضع شيء غير القرآن ويحكمه ويدعي أنه من القرآن، لكن إذا قطعنا قلنا ما في تعليق قرآن، لا قرآن ولا غيره، التعليق تمائم داخل في عموم النهي، وقد تعلق النفوس بذات المعلق، وقد يوضع شيء غير القرآن، ماذا نفعل؟ نقطع هذا قطعا تاما. وأيضا قالوا هذا فيه شبه بالذي يعلق التمام المحرمة، معلق لك شيء أنت قرآن، طيب الذي ليس كل واحد سيتكلم معك ويسألك هذا قرآن أو ليس بقرآن، فحينئذ إيش سيسيء بك الظن أنت معلق قرآن وهو ليس من القرآن، فلماذا أنت لا تحمي نفسك مما قد يظن بك؟ ثم نقول أخيرا هذا القرآن ألا يتعرض حينئذ للامتهان، للوسخ، للعرق، صح؟ يمتهن، واضح؟ ثم أخيرا نقول هذا ما لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان القرآن مستثنى لاستثناه النبي عليه الصلاة والسلام. طيب من رخص به ماذا على ماذا استند؟ يقول رخص فيه بعض السلف، قالوا كانوا يعلقون القرآن على صدور الأطفال على ألواح، فردوا عليهم بأنه كانوا يعلقونها لكي تحفظ، شلون يعني الحفظ بالألواح من باب إيش التعليم لا من باب أنه تميمة لتحفظ الطفل، مع ما ذكرناه من الأسباب التي سد الذريعة نمنع من التعليق مطلقا، سواء هذا المعلق ماذا ها من القرآن أو من غير القرآن. من عيد هذه الأشياء لعموم النهي عن التعليق، صح؟ وقد يكون الشيء غير القرآن ويدعون بأنه قرآن، صح؟ وقد يتعلق بذات التميمة وفيه تشبه بالذي يعلقون تمام الشركية، وفيه امتهان للقرآن وتعريضه للأوساخ والعرق، وفيه أن فعل شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرخص فيه. من يعيد هذا أو بعضها؟ من يتبرع؟ يلا على الأقل قلنا واحدة اثنتين. ذريعة لا يمتهن القرآن، حتى لا يمتهن القرآن، ها تركت الأقوى وذكرت آخر شيء. يلا أبو نواف، حتى لا يتعلق بذاتها، أقوى دليل إيش؟ إنه إيش؟ لعموم النهي، لعموم النهي،
واضح؟ عموم النهي عن التعليق ما قال القرآن والقرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص بذلك، ولم يستثني، ولم يفعل، ولم يقل. هذا فيه شبه أيضا، والسوء الظن تدعو الناس السوء فيك الظن إذا علقت على نفسك أو على ولدك إيش هذه التمائم. فالمنع منها المطلق هو الأرجح. قال والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى شرك هذا عام مخصوص، عام مخصوص، ما تسمع عام وخاص، عام وخاص. سمعت عام وخاص؟ دائما نسمع عام وخاص، عام وخاص. ايش معناها؟ يعني العام يأخذ حكم، والخاص هو فرد من أفراد العام ينفرد بحكم مختلف عن العام. اللي ما يعرف عام وخاص الليلة إن شاء الله يفهمها. خلاص، ايش رأيكم؟ ما حكم الميتة؟ حرام، حرام أكل الميتة. ها، حرمت عليكم الميتة، هذا عام. ميتة إبل، بقر، غنم، أرانب، دجاج، طيور، كل شيء ميت خرجت روحه حتف عن أنفه، طلعت روحه بدون لا أحد يذبح، ذبح ذبح شرعي ويذكر اسم الله عليه، ولم يصطاد اصطيادا يسمى ميتة، خرجت روحه، جينا ولقيناها ميتة، شات، بقرة، بعير، الميتة حرام إلا الحوت والجراد فإنه حلال، يؤكل من غير ذبح. الحوت يعني السمك، والجراد ما تمسك جرادة واحدة واحدة بسم الله الله أكبر تحللها، ولا تمسك السمكة تذبحها، صح؟ فهذا يجوز أكله حلال وإن كان ميتة. فصار الميتة حرام عموما، كل الميتات حرام، وخص من الميت حلال. شوف حكم إيش، حكم الميتة حرام هذا عام، خص منه الحوت والجراد. فيسمى الحوت والجراد لأنه حلال ويأكله ميت خاص. إذن عام وخاص، واضح؟ العام والخاص هنا الآن في درسنا. الرقى شرك، والشرك أكبر كبائر، حرام، خص منها ما كان من القرآن، ما كان معلوم المعنى، ما خلى من الشرك، ما في ألفاظ شركية، ما في أسماء شياطين، ما في حروف مقطعة لا يعلم معناها. إن كان هكذا فهذا يستثنى. فالرقى شرك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اعرضوا على رقاكم، اشتغلوا في قراءاتكم على المرضى، هذا قال كذا، هذا قال كذا، قال ارقوا ما لم يكن شركا، ما لم تشتمل هذه الرقية القراءة على شرك فجائز. فصار عندنا عام وخص منه، خص منه استثنية في حكم يختلف عن حكم العام. عرفنا الحين العام والخاص، عرفنا العام والخاص، ها تمام. إذن هذا عام وخاص. طيب، إذن هنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى شرك، هذا ماذا؟ حكم عام. قال قال وخص منها الدليل، الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم قال اعرضوا علي رقاكم، ثم قال ارقوا ما لم يكن شركا، هذا الدليل اللي رخص، اللي خصص من عموم تحريم الرقى اللي قال عنه الشرك. قال وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه من العين والحمى. الحمى يعني قرصة العقرب ونحوه. قال والتولة، أيضا التولة شرك. قال شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، سواء يعني زعموا أنه يحبب، هو لا يحبب، لكن بزعمهم أن هذا الشيء يعقدونه حتى يحبب أحد الزوجين الآخر، أو حتى يبغض، يمكن هذه امرأة عندها ضرة، ولا زوجة أخيها، ولا زوجة أبيها، ولا جارتها حاسدتها، تروح عند واحد مشعوذ يعقد لها ماذا؟ هذه التولة، حتى إما للتفريق، إما للصرف، أو للعطف، يقصد منه حتى يصرف أحد الزوجين على الآخر، أو حتى يعطف أحد الزوجين على الآخر. ف
فامرأة مثلا عندها بنت تخشى أن زوج ابنتها يقطعها أو يتزوج عليها أو يطلقها، تروح عند مشعوذ تعمل لها تيولة، قد حتى يحبب إيش هذه التيولة، تحبب ابنتي لزوجها، هذا تيولة. انتبهتم؟ إذن هذا من الشرك، هذا من الشرك. وواضح أن أكثر من يخوض هذا من يا أخوان؟ النساء. وفعلا أكثر الشعوذة هذه تجد عند النساء أكثر من الرجال، أكثر بكثير. وذاك لما قال جل وعلا ومن شر النفاثات في العقد، نفاثات يعني الساحرات، يعني الساحرات. طيب وهذا يشمل من؟ السحرة والساحرات. لكن هذا أحد التفسيرين، قيل النفاثات لأن الأكثر من يستخدم السحر؟ النساء. وهذا معلوم جدا في الجو النسائي، الجو النسائي ينتشر السحر أكثر، ينتشر الحسد أكثر، تنتشر الرقية أكثر، حتى ذول تجار الرقية زبائنهم أكثر أي شغل نساء. انتبهتم؟ أيضا يكثر النساء ماذا؟ النذر. قلما تجد رجلا ينذر، لكن النساء الطالع والنازل، نذرا إذا تزوجت بنتي، نذرا إذا تخرج ولدي، نذرا علي، أيضا يكثر عند النساء. معنى لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم أنه نذر. وحتى من أراد أن ينذر فينذر طاعة مش معصية، ثم ينذر غير أن يشترط، ما يقول إن شفى الله لي مريضي أو إن نجح ابني أو إذا وصل الغائب، لا، ممكن ينذر طاعة ويوفي بنذره. لكن هذا أكثر عند النساء. لماذا؟ لأن الناس يظنون أن من نذر النذر يأتي بالنتيجة عاجلا، كان مريض ينذر فيجي الشفاء أسرع، كان بنتها ما تزوجت ولا بناتها تنذر ولا الخطاب على الباب، كان الولد يدرس إذا نذرت لا يجيب نسبة أعلى. يظنون إيش؟ أن النذر يأتي بالخير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم النذر لا يأتي بالخير وإنما يستخرج من البخيل. فإذا هذا الجو نسائي أكثره، فانتبه هذا. طيب يقول وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا، سمعت مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم منسوبا، من تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق شيئا يعني، طيب من تعلق بالله وكل إلى الله حسب من ما تتعلق به، إن تعلقت بالله وكلت إلى الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فإن تعلق إلى غير الله وكل إلى غير الله، إلى مخلوق مثله وأدنى منه، وقد يكون خيطا وقد يكون حلقة وقد يكون حدوة فرس، تعلق فيه. الحديث يقول رواه أحمد والترمذي. طيب يقول وروى أحمد عن رويفع قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة تطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برديع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. هذا الحديث يعني ظاهره أن من فعل الأفعال فقد خرج من ملة الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم يكون بريء منه. وأقل ما يدل عليها الحديث أن هذه الأفعال من الكبائر، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم توعده بهذا الوعيد فقال إيش بريء منه. عقد الحيطة له أكثر من معنى سيذكره الشارع إن شاء الله. تقلد وترا أيضا تعليق الأوتار بما هو موضوع الدرس مثل النوع من التمام. استنجى برجع دابة، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء برجع الدابة بفضلتها يعني، أو عظم، العظم عظم الدواب لا يجوز الاستنجاء به. طيب لماذا؟ رجع الدابة طعام دواب الجن، والعظام كل عظم يذكر اسم الله عليه طعام الجن، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء يعني إذا قضى إنسان حاجته فلو أن يستنجي بأحجار أو مناديل أو أوراق، لكن لا يستنجي لا برجع دابة بروث ونحو ذلك ولا بعظم دابة. طيب قال وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، رواه وكيع. يعني أنه انقذه من الشرك، انقذه من الشرك، وهذا أعظم ما يقدم للإنسان وللإنسان،
أن ينقذه من الشرك بالله سبحانه وتعالى. وله عن إبراهيم قال، كانوا إبراهيم النخعي طبعا يقول كانوا يكرهون التمام كلها، كل ما يعلق من القرآن وغير القرآن لما ذكرنا من الأسباب. طيب الآن نستفيد إن شاء الله فائدة كبيرة من شرح الشيخ بعد تعليق هذا السير المتواضع، لكن نقرأ الفوائد المسائل. يقول قال فيه مسائل: الأولى تفسير الرقى والتمائم، الثانية تفسير التولة، هذه كلها فسرت ها. طيب بعد الثالثة أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء. ماذا يسمى المستثنى هذا؟ خاص. نعم. الرابعة أن الرغية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك، ليس من الشرك. نعم. الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا. السادسة والراجح المنع منها. نعم. وإن كانت من القرآن. السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك. من ذلك. نعم. السابعة الوعيد الشديد على من تعلق وترى. ما هو الوعيد؟ فقد برئ فإن محمد بريء منه. نعم. الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان. نعم. كأنما عتق رقبة. نعم. التاسعة أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود. إبراهيم النخعي من طلاب عبد الله بن مسعود. إيش يقول؟ يقول إيش؟ كانوا يكرهون تعليق التمام من القرآن وغيره. طيب إيش قال هناك؟ رخص في بعض السلف. فلما قال كانوا يقصد من؟ طلاب المسعود. واضح؟ نعم. ما أشار إلى كل السلف. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى، قال الشارح حفظه الله تعالى في الباب السابق، قال الإمام رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط. وقال هنا: باب ما جاء في الرقى والتمائم، ولم يقل باب من الشرك. لماذا لم يقل باب من الشرك؟ لأن فيه تفصيل. نعم. ولم يقل باب من الشرك الرقى والتمائم، وذلك لأن الرقى منها ما هو جائز مشروع، ومنها ما قد اختلف الصحابة فيه هل هو من الشرك أم لا. ما الذي اختلف فيه الصحابة؟ تعليق ما كان من القرآن. من القرآن. نعم. لهذا عبر رحمه الله بقوله: باب ما جاء في الرقى والتمائم، وهذا من أدب التصنيف العالي. نعم. والرقى جمع رقية، وهي معروفة، وقد كانت العرب تستعملها، وحقيقتها أنها أدعية وألفاظ تقال أو تتلى. يعني حتى قبل النبي عليه الصلاة والسلام كان هناك إيش؟ رقات. واضح؟ من غير القرآن، يعني دعاء، في ناس يدعو ويعالج الناس بالرقية. نعم. ثم ينفث فيها، ومنها ما له أثر عضوي في البدن، ومنها ما له أثر في الأرواح، ومنها ما هو جائز مشروع، ومنها ما هو شرك ممنوع. نعم. وثبت أنه عليه الصلاة والسلام رقى نفسه ورقى غيره، بل ثبت أنه رقي أيضا، رقاه جبريل ورقته عائشة. طبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل ورقته عائشة من غير استرقاء. يعني ماذا؟ استرقاء سين والتال للطلب، يعني ما طلب أن يرقي أحد. وهذا يدلك على أن من رقي من غير استرقاء لا بأس، يعني لا تمنع أحد أتى دخل عليك وأنت مريض وقرأ عليك، خليه يقرأ. النبي صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل ورقته عائشة، لكن الذي فيه الكلام فيه الكراهة كما في حديث 70,000 تدخل الجنة وغير حساب، قال لا يسترقون، لا يطلب هو الرقية. أما لو أحد رقى أحدا، رقى مريضا من غير استرقاء منه لا بأس. نعم. فهذا الباب باب ما جاء في الرقى والتمائم، معقود لبيان حكم الرقى. وقد رخص الشارع في الرقى ما لم تكن شركا، وهي الرقى التي خلت من الشرك. وقد سأل بعض الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام عن حكم الرقى فقال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. يعني اعرضوا علي رقاكم فعرضت عليه، هذا قال أنا أقول كذا وكذا في رقيتي، هذا قال أنا أقول كذا وكذا. هذا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لذلك قال ماذا؟ اعرضوا علي رقاكم. صح؟ لو كان يعلم الغيب كان ما في داعي يسألهم ويعرضوا عليه. ثم لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو سمع بعض الرقى قيد هذا القيد، قال ارقوا لا بأس بالرقى، لكن قال ما لم يكن فيها شرك. كان فيها شرك ففيها بأس، لا يجوز. نعم.
فقد قال العلماء الرقية تجوز بثلاثة شروط مجمع عليها. تمام. الأول أن تكون بالقرآن أو بأسماء الله أو بصفاته. نعم. الثاني أن تكون بالكلام العربي أي بلسان عربي معلوم المعنى. نعم. الثالث أن لا يعتقد أنها تنفع بنفسها بل بتقدير الله عز وجل. طبعا واضح أن تكون بالقرآن أو بأسماء الله أو بصفاته، يعني ما تكون بأسماء الجن والشياطين، واضح. أما ترقي بسم الله عز وجل أو بصفة من صفاته، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وهو حاضر، ها، وهكذا. الثاني أن تكون بالكلام العربي. لماذا؟ قال لأن هذا الكلام اللي فيه رطانة قد يكون هذا هو يطنه ويقرأ برطانة، يقول أسماء الجن أو الشياطين أو حد ما نعلم ماذا يقول، فلا بد أن يقول أن تكون رقي باللغة العربية المفهومة، سواء آيات من القرآن أو أدعية مطلقة أو أدعية مأثورة، واضح؟ لكن هنا لو أن شخصا ليس بعربي أصلا ودخل على مريض أو قرأ على أولاده بلغته، اللهم اشفي اللهم اشفي اللهم اشفي، ما يعرف اللغة العربية، يجزأ أو لا يجزأ؟ يجزأ. لكن إذا جاء ليقرأ على غيره باللغة بغير العربية ما نرضى، لا ما ندري ايش تقول، لكن بيقرأ على نفسه فليقرأ، هو دعاء أصلا، يدعو الله بما إيش؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، يدعو نفسه لأولاده. لكن يمتهن الرقية أو يأتي ويتبرع يرقى للناس وهو يتمتم بصوت ما نعلم ماذا يقول أو بلغة غير معلومة، هذا ممنوع، لا يسمح له أبدا، واضح؟ طيب، قال لا يعتقد أنها تنفع بنفسها، ما هي إلا ماذا؟ إلا سبب. والدليل قال جل وعلا وإذا مرضت فهو يشفيني، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك. وذاك الطبيب والراقي هذا يقرأ وذاك يعالج، لكن الذي يشفي هو الله عز وجل، واضح؟ فهو سبب، العقاقير والعمليات والأطباء والرقاة هم أسباب، والذي يشفي المرضى هو الله سبحانه وتعالى، وإذا قد تؤخذ بهذه الأسباب ولا تأتي النتيجة، بل وأحيانا تأتي النتيجة عكسية، فالأمر بيد الله سبحانه وتعالى، وعلى المسلم أن يتعلق بالله عز وجل وحده ولا شريك له. نعم. قال بعض العلماء يدخل في الشرط الأول أيضا أن تكون بما ثبت في السنة. يعني هل لازم يكون دعاء مأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام، مثل أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، ها، ونحو ذلك، أو أي دعاء؟ المهم حتى لو كان لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما لم يعيش تكون ألفاظه ليست من الشرك، ما فيش من الشرك، فيجوز. طيب كمل. وعلى هذا فيكون الشرط الأول أن تكون من القرآن أو السنة أو بأسماء الله وبصفاته، فلا تكون الرقى جائزة إلا باجتماع هذه الشروط الثلاثة. نعم. فإذا تخلف الشرط الأول أو الثاني ففي جواز الرقية خلاف بين أهل العلم، والشرط الثالث متفق عليه بينهم. وأما اشتراط كونها بأسماء الله وصفاتها أو بالكتاب والسنة أو أن تكون بلسان عربي مفهوم، فإن هذا مختلف فيه كما تقدم. وقال بعضهم يسوغ أن تكون الرقية بما يعلم معناه ويصح المعنى بلغة أخرى، ولا يشترط أن تكون بالعربية، ولا يشترط أن تكون من القرآن أو السنة، وهذه مسائل فيها خلاف وبحث. وأما من جهة تأثير غير القرآن على المرقي ففيه مسائل نرجع تفصيل الكلام فيها إلى موضع آخر إن شاء الله. الله أكبر. هذه الرقية سبحان الله العظيم يعني لها ارتباط قوي ووثيق بالصدق وقوة التوكل على الله عز وجل، لذلك الناس يتفاوتون في الرقية. وأنا أذكر شيخنا ابن تيمية رحمة الله عليه لما أتى الحديث لسعيد اللي نزلوا على قوم من المشركين فأبوا ضيافتهم فنزلوا بجانبهم فلدغ سيدهم، نشهر القصة صح، فحاول فيه فقال لو أتينا لهؤلاء القوم الذين استضافونا فلم ضيفهم لعل يكون عندهم إيش راقي، فساومهم على قطيع من الغنم اتفقوا على ذا. قالوا إن سيدنا ها سليم، ايش معنى سليم؟ يعني العرب يتفائلون يقول عن اللديق سليم كما يقول عن الكثير جبير، يقول عن الصحاري المهالك مفاوز، هي شنو؟ هي مهلكة. تفاؤلا
عرب عندهم ذوق بالكلام. المهم سيدهم ماذا؟ سليم. اشترطوا عليهم أن لا يرقي أحدهم إلا على شيء من الجعل، فجعلوا لهم قطيع من الغنم فقرأ عليه الحمد لله رب العالمين، فقاموا كأنما نشط من عقال، كأنه بعير معقول فك عقاله قام نهض سبحان الله. يقول الشيخ الثمين، سمع التعليق الجميل هذا، قال الفاتحة اللي قرأها، طب قرأ الحمد لله رب العالمين، قرأ أبو سعيد، هو راوي الحديث أبو سعيد، هل أبو سعيد الذي قرأ ولا واحد آخر من رفقة أبي سعيد؟ يقول لعل أبو سعيد هو الذي قرأ، لعل أبا سعيد هو الذي قرأ، ولكن إيش ما حب يظهر أن أنا الذي قرأت، فيروي القصة هكذا، وقد يكون غير أبو سعيد. المهم يقول الشيخ الثمين اسمع، قال الفاتحة اللي قرأها أبو سعيد أو غير أبو سعيد اللي قرأ فقام وكأنه شط العقل، هي نفس الفاتحة اللي نقرأ اليوم ولا فاتحة أخرى؟ ها؟ قال الفاتحة هي الفاتحة ولا القارئ غير القارئ؟ انتبهتم؟ يعني في ناس عندهم الإخلاص، عندهم التقوى، عندهم العبادة، فينفع الله بقراءته ما لا يكون إيش لغيره هذا الأثر. وهذا سبحان الله شواهد كثيرة، له شواهد. يتعلق إنسان بالله عز وجل، هذا نفس المريض أحيانا يتعلق بالله عز وجل فينفعه الله عز وجل بهذا القراءة. فمن الطرائف في حقيقة طرفة لكن حقيقة. فكان في واحد يعني مؤذي ضعيفة صلاته، يدخن في وقت ذاك الوقت تدخين في مناطق القصيم من الكبائر، فهذا الرجل مؤذي فمرض هذا، فأتوا إلى واحد من طلبة العلم أو المشايخ، فلان بعثنا إليك حتى تقرأ عليه. قال أعوذ بالله، هذا راعي الدخان الكذا المؤذي، خلي يموت أحسن. يا شيخ الرجال تعبان وكذا، هو اللي أرسلنا إليك. لحوا عليه فذهب ليقرأ عليه. ماذا فعل هذا هو يقرأ عليه؟ قرأ عليه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، خذوه فغلوه ثم. فسبحان الله هذا الرجل تعافى من القراءة. خذوه فغلوه يعني ما قرأ. فإيش تفسير هذا؟ قال لعل هذا الرجل عنده تعلق بالله عز بأن القرآن ينفعه الله به، هو تعبان قال تدبي فلان يقرأ عليه، لما قام في قلبه إيش من اليقين بأن القرآن ينفع، سبحان الله نفعه الله. يعني التعلق بالله عز بأن أمره شأنه عظيم. هذه رواية ذاك حدث فيها أحد المشايخ. رواية أخرى تذكر هكذا، أن امرأة عجوز ما تعرف شيء لكن سمعت أن آية الكرسي يتحصن بين الإنسان ولا تعرف آية الكرسي، فيأتونها لصوص يقول نجد جدار عالي. جو مرة ثانية جدار البيت واطي في قرية، يعني شوفون السعر عالي ما يمكن اقتحامه، خافوا ردعوا الليلة الثانية نفس الشيء، فراحوا وتابوا إلى الله عز وجل وقالوا للشيخ، قالوا للشيخ نحصل كذا وكذا، احنا حرامية لكن اذا جينا بيت هل في النهار الجدار واطي واذا جينا الليل ولا عالي. فسالوا هذا العجوز، قالت انا سمعت ان ايه الكرسي ان الكرسي ينفع الله بها، وانا ما نحافظ الكرسي، فكل يوم كل ليل قبل انام اقول 3 مرات الكرسي الكرسي الكرسي، عنده تعلق بالله بان ايه الكرسي ينفع الله بها، فحصنها الله عز وجل. التعلق بالله تبارك وتعالى هذا شيء عظيم جدا. ولذلك في ناس يقرأ ولا ينفع الله بقراءته، يعني كأنما أخذها تجربة. يعني حتى بعض الناس تقول لا اقرأ على نفسك كذا كذا كذا، قال والله قرأت ما كفاية تكفى اقرأ علي، اقرأ على نفسك، تعلق بالله عز وجل. الله يقول وإذا مرضت فهو، هو يكمل فهو يشفيني، ها وقال ربكم ادعوني هو يكمل استجب لك، ها تعلق بالله كذا كذا، يقول صح ونعم بالله نعم بالله. عقب ما تقول لك شيء آخر شيء يقول انزين ممكن تقرأ علي، ايش قاعد اشرح لك انا؟ اقرأ على نفسك، هذا الذي سيقرأ عليك ليس هو بأولى منك، بل أنت مضطر. والله ماذا يقول؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أنت دعاك نفسك وأنت مضطر أقرب إلى الله عز وجل من هذا الذي يقرأ. لا سيما هذا التجاري أبو تفلة بفلوس، هذا إيش؟ هذا ودنا الزوال يكثرون، لماذا؟ حتى يزداد دخله والناس تذهب إليه، أنت تعلق بالله عز وجل. طيب فالتعلق بالله عز وجل شأنه عظيم، فينفع الله عز وجل بقراءة الصادق، بقراءة المتيقن، بقراءة المتوكل على الله ما لا يحدث لغيره. نعم.
قال فالمقصود أن الرقى الجائزة بالإجماع هي ما اجتمعت فيها الشروط الثلاثة، وأما الرقى الشركية المحرمة فهي التي فيها استعادة أو استغاثة بغير الله، أو كان فيها شيء من أسماء الشياطين، أو اعتقد المرقي فيها أنها تؤثر بنفسها، وهي التي قال عليه الصلاة والسلام فيها إن الرقى والتمائم والتولة شرك كما سيأتي بيانه. فالحاصل من ذلك أن الرقى منها ما هو جائز مشروع، ومنها ما هو شركي ممنوع. وقد علمت ضابط الرقى الجائزة المشروعة والمحرمة الشركية الممنوعة. والتمائم جمع تميمة، وقد ذكر تفسيرها مختصرا من قبل، وهي تجمع أنواعا كثيرة. فالتمائم تجمع كل ما يعلق أو يتخذ مما يراد منه تتميم أمر الخير للعبد أو دفع الضرر عنه ويعتقد فيه أنه سبب، ولم يجعل الله جل وعلا ذلك الشيء سببا لا شرعا ولا قدرا. فالتميمة لا شرعا ولا قدرا، شرعا كان شرع الله ورسوله ماذا؟ قراءة القرآن على المريض، الدعاء، آية الكرسي، لا يقربك شيطان، الشيطان لا يدخل بيتك في صوت البقر، هذه أشياء شرعية. وقدرا جعل الله عز في العسل، في الكي، في العقاقير التي عن طريق التجربة اللي عند الأطباء، هذا قدر الله فيها المادة الفلانية تعالج المرض الفلاني. لكن شيء لم يجعله الله شرعا ولا قدرا أنه له أثر في العلاج أو الشفاء، فهذا انتخل سبب ولم يجعل الله سببا لا شرعا ولا قدرا، فهذا من الشرك. نعم. فالتميمة إذن شيء يتخذ من جلد أو ورق ويكون فيه أذكار وأدعية وتعوذات. هل في فرق أن يتخذ من شجر أو من ورق أو من بلاستيك أو من حديد أو من صفر؟ لا، كله سواء. المهم أنه اتخذه ماذا؟ علقه لدفع البلاء أو لرفعه. دفع يعني قبل وقوعه يتوقع به، أو رفعه يعني بعد ما وقع يعلق حتى يرتفع عنه. إن علق شيئا بهذه النية بأي شيء من الأنواع، بأي مادة من المواد، فهذا من التمام. نعم. تعلقه لكن علقه على سيارته كذلك، علقه في مجلسه بهذه النية كذلك، وضعه تحت وسادته كذلك، ليس بالضرورة أن يعلق على الرقبة أو على العضد، وليس بالضرورة يكون من صفر أو خيط، وإنما أي شيء يتخذ بهذه النية أن يكون ماذا؟ لرفع البلاء أو دفعه، فهو من التمام. نعم. قال تعلق على الصدر أو في العضد، وقد تتخذ التميمة من خرزات وحبال ونحو ذلك. يعلق على الصدر، وقد تكون التميمة باتخاذ شيء يجعل على باب البيت أو في السيارة أو أي مكان ما. فالحاصل أن التمائم يجمعها أنها شيء يراد منه تتميم أمر الخير. طيب، في بعض الناس أتى بتراب من غزة، ذكرى، يقول لك شيء رمزي، قام يبيعون منه، هل هذا من هذا النوع؟ خلينا نقول مثل ما يقول الإخوان المصريين، هات من الآخر. يا أخي هذا لم يكن ليس للتعلق، إنما هو رمز، إنما هدية، إنما إلى آخره. هل تضمن أن هذا مع الزمن ما يتطور ويكون من التمام؟ قوم نوح ماذا فعلوا؟ صوروا تصاوير لرجال الصالحين، يغوث ويعوق ونسر، صح ولا لا؟ الشيطان وسوس وأوحى إلى أقوام أتوا بعد ذلك، بعد الذي صنعوا الأصنام، أن آباءكم ما صنعوا هذه التصاوير والأصنام إلا لأنها لها شفاعة عند الله، لأنها تقربهم إلى الله، فما زالوا عندها حتى عكفوا وعبدوها من دون الله. فهذا الذي أتخذ تراب من غزة ولا تراب من القدس ولا من مسجد الأقصى، خليه يقول إيش اليوم هذا رمز. طيب أنت وضعت رمز، بكرة أنت غدا مت، جاء أولادك رمز، جاء أحفادك رمز، انتهى التراب، ما ينتهي تاريخه. فمن قالك أنه تضمن بأنه لن يتخذوه ماذا؟ تمائم. وهذا هو الحاصل، كثير من الناس بدأ بداية غير مشروعة وسماها بغير اسمها، ثم بعد ذلك تطور الزمن حتى اتخذت للبدع والتمائم وغيرها. فالأمر خطير جدا. احنا ايش قلنا؟
أن الشرع ماذا فعل؟ قطع وسائل الشرك وذرائع الشرك. طبعا هذا ما يعجب الكلام ويسخر، لأنه ما أصلا ما عنده عناية بالباب هذا. هذا لو نظرت في حاله حياته ما قرأ كتاب التوحيد ولا درسه، ولا عندهم عناية بالعقيدة، ولا معروف حتى أنه قرأ كتب عقيدة ولا درس على أحد يدرس عقيدة ولا مشايخ ولا، خلاص رجل إعلام للدعاية من أي شيء. فلا يغرك لما يستهزئ ويسخر، خلي يسخر، خلي يقول هذا الكلام إذا مش له لغيره، قد هو لا ينتفع لكن ينتفع غيره. تقول الكلمة اليوم وما تدري متى أثرها. إبراهيم عليه السلام قال لا إله الله وجعلها كلمة باقية في عقبة، بعد قرون استفاد الناس منها. فأنت إذا قررت مسائل التوحيد والعقيدة لا يضرك فلان يستهزئ ولا يسخر، خلي. لأن بعض الناس أصلا هو يسخر ويستهزئ يتمنى أن يتم الرد عليه، ردت عليه الشهرة أكثر، هو أصلا يحب الشهرة يعني. ها، فنحن نقول ما نتعبد الله به، تعليق هذا ما أنزل الله من سلطان، ذكرى ما ذكرى، عقيدتك عقليتك، يستهزئ يسب يشتم، خلي إلى الله عز وجل أمره. أنا من زمان أسمع يسبني، مش أول مرة، لكن ما أرد عليه وأمثاله. إحنا نقرر مسائل التوحيد، مسائل العقيدة، هذه الأتربة والأحجار والخرز والخيوط، اليوم للذكرى غدا ستكون إيش؟ للتبرك، بعد غدا تكون من التمام الشركية الواضحة الظاهرة، مش في جيلك، جيل ابن أولادك، مش جيل أولاد أولادك. فلا يجوز أن نتعلق بشيء من ذلك أبدا، لو كان هذا من الدين ما أهمله النبي عليه الصلاة والسلام، والله يقول في كتاب اليوم أكملت لكم دينكم. يقول هذا رمز مثل العلم، أصلا العلم ما أخذ يعني حتى يعظم، تعظيم الناس للعلم الآن خطأ. العلم حتى تميز مثل السرية الفلانية من السرية الفلانية، الدولة الفلانية من الدولة الفلانية، لا لأن يعظم ويقبل وإلى آخره، هذا مثل التماثيل صار يعني. بعض الدول في كل ميدان يحطون صنم كبير للرئيس، لو واحد أساء لهذا الصنم يقتل، صور يقتل. لو بصق إنسان على صورة حاكم ولا كبير ولا ممكن إيش يقتل، لأنه معنى الصورة محرمة أصلا تعليقها لو كانت لمن كانت. ومع ذلك لو واحد أهان الصورة ها ممكن يعاقب، ممكن يقتل. إذا صار في نوع تعظيم. بعض المدارس فيها طلاب فسقة روافض كل ما شئت، يبرشم يغش في مادة القرآن، يمزقها من مصحف، شفت بعد ما يكلم نفسه يكتبها، يمزق الصفحة ويضعها في ملابس الداخلية ويخرج هذه يغش فيها، وإذا خرج رماها في الأرض. هذا لو واحد أدخل العلم داخل ملابس الداخلية هذا جريمة، هذا رمز الدولة، شلون حطيته فيه؟ لكن حط أوراق مصحف ما يقولوا له شيء، يعني شيء يقول يوجع القلب. يا ليت، حتى بعضهم قال يا ليت هذه المادة القرآن تحذف بسبب أن هذا ما يحفظون، حتى في طلبة يتخرج من الشريعة ما يحفظ ألف لام ميم، ما يعرف عين سين قاف يقرأها عسقة، ألف لام ميم صاد المص، هو خريج شريعة امتياز مع مرتبة الشرف ما يقرأ قرآن، ها خريج شريعة ليش؟ لأنه من جماعة فلان، هذا صوت له، هذا مع الجمعية الفلانية، هذا مع الحزب الفلاني، ها يعطيه امتياز وهو يقرأ ألف لام ميم صاد المص، شفت؟ ثم هؤلاء يضعون المصاحف في سراويلهم ثم يغشوا منها ثم يرمونها في الممرات، وهي مصاحف لا ما يبرش يبرش ما يكتبها، يمزقها من مصحف ويحطها. أشوف ما 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 اعترضوا على هذا، لكن خلي واحد يبصق على صورة فلان ولا ممكن يصير قتل. خلي واحد معلق صورة والدة في المجلس، أتى واحد بصق عليها ممكن يقتلها، شلون الوالد؟ مو الوالدة هي الصورة. فتعليق الصور أصلا محرم، ولا تدخل منك بيتا فيه كلب ولا صورة، لكن تكسر الموازين. فهذا الأتربة من البيت المقدس ولا بيت هذا ولا من غزة، كلها أمور ما أنزل بها من سلطان. ثم كل نعمة شاكلت، أنت تعلق وبغيت تعبد ما تعبد الله بيحاسبك. نحن نقرر هذه الأشياء الشرعية بأن التعلق بالتراب ما تراب، باسم رمز ما رمز، إذا ما ضرك في دينك اليوم ممكن يضر من غيرك، أولادك أولاد أولادك.
في مكة في المدينة، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا حجارة منها حطوها رمز، ما قال ذلك عليه الصلاة والسلام. لكن هذه كله عقائد دخلت على المسلمين. ترى بعض كثير من الحجاج والمعتمرين يشتري شيء من مكة، الصناعة made in China، لكن هذا اشتريته من مكة، يعني دخل السجاد هذه والطاقية دخلت مكة وطلعت صار لها قدسية من مكة هذه، وشوفها مكتوب عليها صنعت في الصين، لكن لا دخلت مكة. هذا فيه كثير من الحجاج المعتمرين، هذا فكرة انه دخل مكة. وكثير من القصص الصوفية يقصون شغلات مثل هذه، واحد اشترى يعني قطعة لحم ومر المسجد وحضر عند الشيخ الفلاني وخرج وراح البيت يطبخ هذا اللحم، يطبخ يقصونها في المساجد، ما استوت، ايش على بالساعات ما استوت. راح سأل قال ايش اللي حصل معك، اشتريت لحم دخلت المسجد، قال ما تعرف ان اللي يحضر درس الشيخ لا تمسه النار، يعني انتم الحضور ما تمسكم النار، وكيلو اللحم هذا لما دخل مهما تطبخ 20 ساعة ساعتين 3 أيام ما راح، لأن حضرت درس الشيخ. حتى يتعلق الإنسان بهذا الشيخ، هذا موجود بالصوت والصورة والكتب والتسجيل، كل هالعقائد موجودة لم تنتقضي بعد بل تزيد. ويقصها بعض الناس، وربما في أثناء موعظته يقول هذا الكلام، واللي أمامه يكبر وهل الله أكبر لأنه حضر الدرس معه وإيش كيلو لحم عند الشيخ، أو لأن المسجد المدفون فيه الشيخ الفلاني. كله حتى يتعلق الناس بغير الله عز وجل. توحيد نحن تعبانين عليه ونكرره وندرسه. لا يغركم من يسخر، لا يغركم من يتكلم، لا يغركم من يشتم. هذا توحيدنا وهذا ديننا، وكل يعمل على شاكلته. اللي وحد الله عز وجل يرجى له، والذي يستهزئ ويسخر فالله حسيبه. ما ننزع عقولنا إليه، ولكن نقول هذه الأتربة، هذه الأحجار، هذا الخرز، هذه الأفعال كلها ما أنزل الله بها من سلطان، وبيننا وبينكم كتاب الله. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ما يضرنا، نحن نقول ما نعتقد ونؤمن به. ولا في ناس يسب ويشتم شتائم، طبعا توصلني أنا بعض الناس، يلي كذا يلي كذا يلي فيك يلي ما فيك، هذول مجاهدين، أنا ما قلت مجاهدين ولا مش مجاهدين، ولا أنا أقول لك هل الطريقة هل أتربة ونقلها وكذا وحطها في ها تراب غزة ووزع وهدايا وتنباع، ليش ما تنباع؟ مو ببلاش، هذا شاريه الزجاج شاريه بفلوس، متعني مسافر ومخاطر بعمره ومن غزة، ها تنباع ولا ما تنباع؟ تنباع، ليش ما تنباع؟ نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. طيب كان الوقت، ها نكتفي والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.